كنشكر مجموعة كوزيمار الجهودات اللي كتقوم بها وواحد مجموعة ديال الجهود بالأخص المبادرة اللي خدات مؤخرا هي التأمين الصحي للفلاح اللي كيحمي الفلاح ويحمي الوليدات ديالو وسيرتو كنعرفوا الفلاح في السنوات الأخيرة في العمر ديالو كتلقى كيعاني بعض المشاكل اللي ما كتتيحلوش الفرصة أنه هو تكون عنده التغذية الصحية باش يستافد من واحد مجموعة المزايا اللي كتقوم بها اللي كيقوم بها التأمين الصحي. ما تنساش المكنانة والرقمنة اللي طلعت من الإنتاجية ديالنا هنا. هادو مكتسبات الحمد لله جعلوا هاد الفلاحة ديال القصب يطلع المستوى ديالها وترجع مربحة للفلاح ديالها. الآن بالمجهودات الجبارة ديال كوزيمار ولا الفلاح حتى هو باستطاعته أنه باش يستافد من النظام ديال التغذية الصحية ولا حتى هو يقدر يمشي بخطر ويهز لاكارت ديال التغذية الصحية ويمشي حتى هو للسبيطار ويدوز على راسه هو ووليداتو وحتى الثمن اللي يدير هو رمزي فقط. إضافة إلى هذا كاين النظام ديال التقاعد. النظام ديال التقاعد هذا كنا نحلموا به حنايا. كان هذا بالنسبة لنا حنا حلم. الفلاح كان تيحلم أنه واحد النهار حتى هو نهار يوصل 60 عام يقول لكم بدينا عييت من الخدمة باغي نجلس باغي نشتنا واحد التعويض. اليوم الحمد لله حنا كفلاحة ولينا ما تنحسوش أن الفلاحة حرفة بل مهنة ولات هي بحال باقي المهن. الفلاح يمكن يستافد من لاميتيل من التقاعد يعني كاين واحد الراحة نفسية وهذا ترجع للفضل الناس ديال كوزيمار اللي أطرونا في إطار شراكة مع هاد الناس ديال هاد لاسيرونسات.